السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم نيتش مربح للغاية، خصوصا في هذا الشهر يونيو. هذا النيتش هو عبارة عن نيتش عيد الأب أو عيد الآباء، وهو الموافق ل 21 يونيو من هذا الشهر. لذلك إخواني استغلوا الفرصة وحاولوا رفع أكبر عدد ممكن من نوت بوك الخاصة بهذا النيتش. والآن سوف أشارك معكم طريقتي في البحث على النيتشات أولا، وكذلك سأشارك معكم بعض النيتشات التي سوف نتحصل عليها إن شاء الله. قبل البداية لا تنسى أخي دعم القناة بالاشتراك، اضغط على زر إعجاب وتفعيل الجرس لتصلك الفيديوهات مباشرة عند رفعها. نذهب إلى أمازون ثم نحول هنا تغيير إلى بوكس، ثم نضع نوت بوك for my father وأقوم بالبحث. فهنا تظهر لنا نتيجة 50,000، نتيجة يعني منافسة رهيبة جدا. نحاول أن نخفض هذا العدد بالضغط هنا على paperback لأننا لا نقوم بالاشتغال في الكتب ذات المحتوى. ثم أذهب إلى أداة KDP Spy الخاصة ببوكبولت، ولمن يريد الاشتراك في بوكبولت فقد قمت في درس سابق بشرح مميزات بوكبولت، وكذلك قمت بمشاركة كوبون ناقص 20%، يعني خصم 20% من الاشتراك إما الشهري أو الاشتراك السنوي. فإن كنت مهتم عليك إلا النزول إلى وصف هذا الفيديو وسوف تجد الدرس الخاص ببوكبولت، وكذلك الكوبون الذي سوف يخصم لك 20% من ثمن الاشتراك إما الشهري أو السنوي. الآن إخواني نقوم هنا بستارت، ثم ننتظر حتى يجمع لنا جميع البيانات الخاصة بهذه الكلمة المفتاحية. فكما تشاهدون هنا هو يبحث، ننتظر قليلا. فهذه الأداة جيدة للغاية. فانظر معي أخي الكريم، هنا مثلا وجدنا بأن هذا الكتاب يباع وصاحبه رفعه حديثا. أقوم بفتح معرف الكتاب في صفحة جديدة، ثم أذهب إلى كتاب آخر وهكذا دواليك. ولكن دائما لاحظوا معي إخواني، فأنا أهتم فقط بالكتب الحديثة الرفع، لأن الكتب القديمة لن تنفعني في شيء. فمثلا هذا الكتاب، كلما كان الكتاب قد رفع يعني حديثا وكانت به مبيعات كبيرة إلا وكان نيتش ناجح، يجب عليك أن تستفيد من أخي الكريم. وهنا في الأخير فيمكنك جمع هذه البيانات كاملة وحفظها في الإكسل الخاص بك والدخول إليها عندما تريد. فأنا لا أحتاج إليها الآن، فقد قمت بفتح جميع الكتب التي تهمني في نافذة جديدة. سوف أذهب لكل كتاب عن حدة. فمثلا هذا هو الكتاب الأول، لاحظوا معي إخواني، رفع في 23 ماي 2020. ثم أذهب إلى الكتاب الثاني كذلك، رفع في 13 ماي 2020. نحاول أن نشاهد هذا النوت بوك يعني المحتوى الخاص به، طريقة إنشاء يعني طريقة عادية جدا ونوت بوك عادي جدا. لذلك أقول لك بأن هذا النيتش مربح جدا وسهل للغاية. إن أردت أن تعرف طريقة إنشاء هذه الخطوط داخل الكتاب أو داخل محتوى الخاص بنا فلقد قمت بشرحها سابقا في درس، وكذلك سوف أقوم بوضعها لك في وصف الفيديو، وهو درس خاص بإنشاء محتوى عن طريق PowerPoint.
تذكر معي أخي الكريم، عن طريق بوربوينت ستجده في الوصف لمن يريد إنشاء مثل هذه الخطوط. ثم أنتقل إخواني إلى كتاب آخر، فهنا جمعت جميع الكتب التي رفعت حديثا وكذلك عليها مبيعات كبيرة. فانظر معي إخواني، هذا رفع في 17 أبريل 2020، وهو كذلك يحقق مبيعات جد جد مرتفعة. فالآن الطريقة ما يا إخواني؟ هذا هو الذي يخصني في هذا النيتش، أقوم كذلك بالبحث عليه لأتخصص أكثر وأكثر، لأن كلما بحثت أكثر أخي الكريم إلا وجدت نيتشات يعني لم يسبقك لها أحد، وكلما وجدت مثل هذه النيتشات فسوف تجني مالا كبيرا من هذه النيتشات. فسوف نشاهد هذا الكتاب كذلك، رفع في 19 ماي 2020، يعني كل هذه الكتب التي قمت بإدراجها فهي كتب جديدة وعليها مبيعات، وهذه هي الطريقة التي يجب عليك الاعتماد عليها أخي الكريم. لا يغرك كتاب بمبيعات كبيرة لكن رفع في 2018 أو 2019. لذلك إخواني ركزوا معي جيدا، والآن سأريكم طريقتي. فأنا أقوم بفتح الوورد وأأتي بجميع العناوين وأضعها على هذا الشكل، ثم أأتي إلى الكتاب الآخر إخواني أقوم بنسخه كذلك. فهذه العناوين يمكنك أن تستخلص منها الكيورد المربح، وكذلك يمكنك أن تجمعها وتضع عنوان خاص بك حتى لا يقوم الشخص بالتبليغ عنك إن أنت أخذت عنوانه بالكامل. ولاحظوا معي كذلك، فأنا عند رفع لي العنوان أقوم بوضع أمامه عدد المبيعات التي حققها، فحتى لا أطيل الفيديو فأنا أضع كذلك تاريخ ورفع هذا الكتاب زائد المبيعات حتى أتمكن من دراسة كل كتاب على حدة بكل بساطة. فالعنوان وتاريخ الرفع وعدد المبيعات هذه هي التي يجب عليك أن تركز عليها إن أنت أردت أن ترفع كتاب بدقة ومركز ويأتيك بمبيعات دون مشاكل وبكل سهولة. فانظر معي هنا أخي الكريم، أضع كذلك العنوان، ومن ثم كما قلت أنت ما عليك إلا الاهتمام بهذه العناوين الصغيرة أو العناوين الأولى التي تكون في كتابنا. فهذه إن قمت أنت كذلك بالبحث عنها واحد بواحد فسوف تجد نيتشات عليها منافسة قليلة وعليها أرباح كبيرة. فمثلا هذا الكتاب إخواني، لم أنتبه إلى هذه الكلمة، فهذه الكلمة تعني الحجر الصحي وهي لا علاقة بكوفيد-19. أنا لا أحبذ أن أستعمل هذه الكلمات لأنني أخشى على حسابي، وكما تعلمون فأمازون مشددة في مثل هذه الحالات لأنها من بين السياسات الخاصة بها أنها لا تحب أن تستغل مثل هذه الظروف لزيادة مبيعاتك إما عن طريق أمازون KDP أو ميرش باي أمازون. لذلك فأنا لا أستعمل مثل هذه الكلمات، وهناك العديد من الأشخاص يستعملون هذه الكلمات لكنهم يلعبون بالنار. إذا إخواني هذه النيتشات التي قمنا بالبحث عليها فهي نيتشات مربحة، سوف أقوم بنسخها ووضعها في وصف هذا الفيديو لتستفيدوا منها، وسارعوا إخواني لأنه لم يتبقى الوقت الكثير. أخيرا ولأنني أحبكم في الله أريد مشاركة بعض النصائح معكم والتي ستزيد من عدد المبيعات الخاصة بكم وكذلك ستوفر لكم الكثير من الوقت. فأولا إخواني قسم أوقات العمل إلى 3 أقسام. القسم الأول ركز على إيجاد النيتشات المربحة وخذ كل وقتك لأن النيتش المربح يتطلب مجهود كبير وتركيز أكبر. القسم الثاني بعد إيجاد هذا النيتش حاول أن تستفيد من ملاحظات المشترين وتجنب الأخطاء التي يقع فيها المنافسون. ثم القسم الثالث خذ فكرة على التصاميم التي بها مبيعات كثيرة وحاول تقليدها لكن بذكاء أخي.
وفي النهاية إن كانت هذه القناة تستحق الدعم فلا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو فاضغط على إعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وأي تساؤل أو استفسار ضعه في التعليق سأجيبك عليه إن شاء الله، وإلى اللقاء ودمتم في صحة جيدة.